بكم لاباس بخير، مرحبا بكم معايا في قناة شيوات فاطمة المغربية. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الكيكة ديال الكوكوت. غادي ندوزو للزيت. بسم الله، كاس ديال الزيت، عندي كاس ديال سنيدة، بسم الله، عندي كاس ديال دانون، انا عندي الزبدة تخلط، غادي ندوز ثلاثة ديال البيضات، عندي ثلاثة البيضات، أنا دير ثلاثة ديال البيضات هما، دابا نبدا نحرك، الدانون، غادي ندير معلقة ديال الخل، خل ضروري كيطلع الكيكة، أنا درت معلقة ديال الخل هي، أنا ندير فانيليا، عندي كاكاو يكون جوج معالق، ها هو، انا غادي ندوز الدقيق على حسب الخليط ديالي، خاصها تجي خفيفه شويه، خاصها تجي قاصحه، انا كنخلط، انا عندي هنا جوج خمارات، ها هما جوج خمارات باش الكيكه كتطلع مزيان ملي كتطرو لها شويه الخميره، جوج خمارات ديالها ضروري. حنا دابا كنخلطو شويه بشويه على التخليطه ديالنا، كنزيدو الدقيق شويه بشويه باش ما تقصحناش الا الكيكه، ايوا كنخلطوها مزيان، كنقدوها باش ما تقصحناش الكيكه. ها هي دابا طالعين كنخلطو، انا نزيد شويه الدقيق، الكيكه ديالنا خلطناها، خاصها تجي العجينه بحال ها الكيكه، العجينه ديالها خاصها تجي بحال هكا مطلوقه باش ما تجيش ثقيله، ها العجينه ديالها تبارك الله كي جات، اللهم بارك، ها العجينه ديالها تبارك الله زوينه، صلاة على النبي. الكوكو دهنتها بالزيت ودي غبرتها بالدقيق، انا نخوي فيها الخليط ديالي، ها هو، بسم الله، اليوم نشارك معكم ان شاء الله الكيكه ديال الكوكوت، قوه الخليط في الكوكوت، انا نوريكم الطريقه كيف هاجي ديروا تسدوا عليها، هذه الطريقه كيف غندير السود عليها باش ما تنفسناش الكوكوت، طلع الكيكه زوينه على خاطرها. هادي نسدها، هادي نسدها، هادي هي الكوكوت كتسدها عادية بحال هادي، سدوها عادي وين الصفرة ما كديروهاش، حنا دابا كنسدو عليها، سدو عليها ديركت، حنا ديرنا الزيت ها هو، دابا عادي نقلبو الزيت بحال هكا باش ما تحرقناش بالعافية، ها هي غنقص البوطه مزيان باش كطلع كيفه على خاطرها،
20 دقيقه حتى 30 دقيقه وكنحيدوه. درنا ناقصه باش كطلع الكيكه على خاطرها. كبابات يوجد تبارك الله. انا درت الكوك وسقيته بالقهوه. نتوما اللون اللي بغيتو ديروا الشكلاط ولا ديروا الكوفيتير ولا ديروا الكوك ولا ديروا اللي بغيتو. جات تبارك الله رائعه رطبه سلاندوي الكيكه ديال الكوكوت هذه. شوف تبارك الله كي دايره. اللهم صل على النبي. الطريقه ديالي وديروا لي ابوني وشكرا بزاف.